النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلنت بورصة البحرين مشاركتها في النسخة 13 من مدينة شباب 2030، والتي تضمنت سلسلة من المحاضرات التوعوية حول برنامج المستثمر الذكي لتسليط الضوء حول أهمية المفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة الأموال والادخار والتخطيط المالي للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 سنة. وعقبت المحاضرات أنشطة تعليمية متنوعة لغرس المفاهيم المالية عند الطلاب. باع الملياردير الأمريكي وارن بافيت 982 مليون دولار إضافية من أسهم بنك أوف أمريكا، في حين تواصل مجموعته تقليص استثماراتها في ثاني أكبر بنك أمريكي. وقلصت شركة بيركشير هاثاواي التابعة لبافيت حصتها بنحو 13% من سلسلة من المبيعات منذ منتصف يوليو، مما أدى إلى توفير 5 مليارات و400 مليون دولار من العائدات وفق بلومبرغ. ومع ذلك لا تزال بيركشير هي أكبر مساهم في البنك بقيمة 35 مليار و900 مليون دولار، بناء على سعر إغلاق يوم الثلاثاء. وحول هذا الموضوع معي عبر الهاتف السيد إيهاب رشاد، المدير العام لشركة مباشر كابيتال البحرين. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية. ومع بيع الملياردير الأمريكي وارن بافيت المزيد من أسهم بنك أوف أمريكا، ماذا يعكس هذا البيع؟ طيب، هو بالنسبة لورن بافيت احنا عارفين ان هو من أنشط المستثمرين ومن أكثر المستثمرين اللي استثمروا فور لونج تيرم، واستثماراته دايما بتبقى ناجحه لان هو بيسعى ان هو بيشتري نسبه في احدى الشركات ويظل محتفظ بيها لفتره معينه، وبعد كده بيبدا ان هو يتخلص من النسب دي بشكل متتالي او دفعه واحده على حسب اتجاهاته للاستثمار. طبعا الفتره اللي فاتت وارن بافيت كان عنده تسييل في قطاعات كثيره في الاسواق الامريكيه، يمكن احنا لاحظنا ان في اكتر من قطاع خرج منه، وفي قطاعات كمان خفض النسب بتاعتها، ومن ضمنها طبعا كان قطاع البنوك. طب ليه قطاع البنوك؟ لان ممكن يكون في عنده عدم يقين بالنسبه لموضوع الفايده واستمرار الفايده في المستويات اللي احنا موجودين عليها دي، او هيتم التخفيض، فبالتالي ممكن يكون في تاثير على هامش الربحيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن يكون هو بيوفر سيوله لاستثمارات ثانيه قادمه، ممكن يكون هو محدد استثمارات هيدخل فيها الفتره القادمه لانه عنده دلوقتي نسبه سيوله كبيره جدا من الملاءه الماليه اللي موجوده في الشركه بعد ما كان عنده بوزيشنز كتيره في شركات واستثمارات كبيره. طبعا في اول وفي الاخر هو يعتبر من المستثمرين النشطين جدا في الاسواق الامريكيه، ومن اكبر المستثمرين اللي بيقود المستثمرين الثانيين اتجاههم للاستثمار او عدم الاستثمار في بعض الاتجاهات او في بعض الاسهم المطروحه. بالتأكيد السيد إيهاب رشاد، المدير العام لشركة مباشر كابيتال البحرين، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع دالة الأسواق المالية الخليجية. مع تزايد الاهتمام في قطاع الذكاء الاصطناعي عالميا، ينضم معي عبر سكايب للحديث حول هذا القطاع الحيوي الدكتور ثياغو فيليبي، سكرتير بلدية غواروجا للتحديث والتحول الرقمي في البرازيل. مرحبا بك دكتور في النشرة الاقتصادية، وشكرا لقبولك هذه الدعوة. مرحبا بالجميع، شكرا جزيلا لاستضافتي، أنا سعيد جدا لمشاركة بعض الأفكار معكم، تحياتي من البرازيل. دكتور، لو تطلعنا على الاعتبارات الأخلاقية والمخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات صنع القرار في مختلف القطاعات. I am not saying we all should use indiscriminately artificial intelligence or new technologies. أنا لا أقول إنه يجب علينا جميعاً أن نستخدم الذكاء الاصطناعي
أو التقنيات الجديدة في عمليات صنع القرار أو الرعاية الصحية أو علم الجريمة أو العدالة بشكل عام والمالية وما إلى ذلك. ما أقوله هنا ليس أننا لا ينبغي لنا استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمثلة التي قدمتها للتو. الموقف هنا هو أنه يجب أن نفهم أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه بشكل صحيح في جميع تلك الحالات، ولكن ليس كبديل كامل لاتخاذ القرار عن البشر. ولماذا هذا الانشغال من جانبي؟ الشيء هو أنني كنت أدافع عن هذا الأمر على مدى السنوات العديدة الماضية، وانشغالي الرئيسي هو القيم بين الخطوط التي توجه قراراتنا. ومع كل التطورات التي تحصل، لم يتمكن الذكاء الاصطناعي للأسف من فهمها بشكل صحيح، وأعتقد أنه في مرحلة ما لا يكون قادرا على فهم القيم والمبادئ التوجيهية والأخلاقية التي نختارها لتوجيه قراراتنا. لسوء الحظ لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من تقليد هذا النوع من القيم، ربما لأنها عوامل بشرية. ولهذا السبب بالذات أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه في كل تلك العمليات في مرحلة ما لتسهيل الأمر على صناع القرار وتوجيههم، ولكن ليس كبديل.